إفيهات وفيها ضحك وفيها حارة نظيفة وفيها بيت نظيف وفيها أزياء إحنا اللي بنصممها مش بنستوردها وأحيانا كنا نصدرها كان كده طبيعة البلد لكن في أفلام كتيرة بتقع من الفلتر اللي أنت عاملاه بس خلي بالك إنه برضو في وقت ازدهار السينما أنا بعتبره الوقت اللي كانت الدولة فيه متدخلة الدولة لما كانت بتنتج أفلام كانت بتنتج أفلام أولا فيها إبداع فيها فكر فيها حرية إن الدولة هي اللي أنتجت شيء من الخوف مثلا مع إنه كان وقتها يعني اتقالت منع ومش عارفة لكن الدولة هي اللي أنتجت أفلام كتيرة جدا نتفق ونختلف عليه أنتجت بنت بديع أنتجت ميرامار أنتجت سرسرة فوق النيل مذنبون مش عارف إيه لما الدولة تكون واعية بقيمة الصناعة وبتشتغلها بشكل اقتصادي وفني وتجاري ثلاثة لازم يكونوا على قدم وساق يعني خلاص انت هنا ما عندكيش مشكلة في دولة بتدعمك بتقدر تديكي قوة دفع انك انت تعرضي افلام في المهرجانات قد لا تدر مالا لكن هو ده شغلتها هذه الافلام دي شغلتها انك لما تكوني عندك صناعة متكاملة بتقدري تعملي البوكيه المتكامل اللي فيه التجاري والفني والضاحك والهزلي والرديء وكل حاجه لانه مش انت مش قيمه على الناس اللي انتج الفيلم واللي كتبه شعب له مذاق خاص بيه ما تقدريش تفرضي عليه ثقافه. تاريخ كان استاذ اسعاد يونس طبعا هي ادرى مني بالحته بتاعت السينما لو انا هتكلم على الاغاني يمكن احنا عندنا نفس المعاناه في حته بتاعت برضو ان ما معنى الاغنيه التجاريه بالنسبه لنا الاغنيه التجاريه لازم يبقى شكلها ليها يعني صفه معينه كده كلنا لازم ننزل تحتها وهي دي الاغنيه اللي بتنجح يعني يبقى ده